فن السكتش ده فن قديم جدا جدا جدا. حضراتكم اكيد حضراتكم من ايام افلام الابيض واسود، واحنا بنبقى مبهورين بالفنان اللي بيأدي السكتشات، وقليل على فكره اللي بقى بيأدي سكتشات في هذا الزمن. واحنا النهارده معانا بصراحه فنان متعدد المواهب، شم النسيم بقى، وكلنا بنفرح وكلنا بنغني وكلنا بنعمل حاجات حلوه ولطيفه كده في نهارك سعيد. فالنهارده عندنا مفاجاه، المفاجاه هي الفنان محمد هاشم وعازف الطبله محمد حامد. صباح الخير. صباح الفل، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك اظن لسه ولا اكلتوا فسيخ ولا رنجه؟ لسه نهارك سعيد بقى. نهارك سعيد الاول، وبعدين بعد كده هتتكل على الله باذن الله. هتتكل على الله. تاكل فين النهارده؟ فسيخ ورنجه ان شاء الله. فين؟ في قلب النيل. في قلب النيل. هو ده. هتاخد مركب و... مركب كده، وانا والرنجه لوحدنا. والرنجه. ومحمد حامد هتدي فين النهارده الرنجه؟ معايا في نفس المركب. برضو في نفس المركب. طيب، ربنا يزيد افراحنا يا رب دايما يا رب. حامد، انا عارف طبعا ان انت قعدك على كرسي متخصص عشان طبعا الطبله، ولازم تبقى بناخدها بشكل يعني ايه بروفيشنال يعني. صح كده؟ طبعا. طيب، ممكن استاذنك نسمع تربت تربت كده، اللي هو تسخين يعني؟ طب ممكن نسقف معاها هيدي تربت. لا، ما انا مش هسيبك، انا مش هسيبك النهارده. ده انا النهارده شم النسيم، النهارده شم النسيم. يلا، واحنا مجهزين نفسنا، يلا بيه. انا عامل حاجه كده مخصوص، لسه اول مره هقولها. هيبقى في نهارك سعيد. يلا بيه. عارف زوج بقى عامل نفسه نايم عشان ما يفسحهمش، فبنقول له ايه بقى؟ ايوه، صح صح فوق يلا ايه، صح صح فوق يلا ايه، النهارده شم النسيم، قوم فسحهم وفرحهم في الملاهي كده كده مرجحهم، اوعى تقول اقضيها في البيت علشان اوفر في المصاريف، مع بعض نلون البيض ونجيب جبنه وكمان فسيخ، اوعى تقول اقضيها في البيت، لازم رنجه ولازم فسيخ، خليك ناصح لم العيله واطلع معاهم عالجنينه، خد عيالك ومراتك اوعى تنسى امك وحماتك، خد عيالك ومراتك اوعى تنسى امك وحماتك واخواتك وجد ونينا، يلا بينا على الجنينة، واسمع مني نصيحة مهمة، أكل الرنجة يحب اللمة، اسمع مني نصيحة مهمة، أكل الرنجة يحب اللمة. في ناس بتحب تتجمع فوق على السطوح، وناس بتروح القناطر والهوا يرد الروح، وناس بتروح القناطر والهوا يرد الروح، ومراكب وسط النيل وبيبقى اليوم جميل، ومراكب وسط النيل وبيبقى اليوم جميل، على كل المستويات في جنينة الحيوانات، صح صح فوق يا لئيم، النهارده شم النسيم. ايه فن السكتش؟ لو احنا فن السكتش راح فين؟ راح فين في والله انا عايز اسال التلفزيون المصري. هو اللي احتضن فن السكتش. سيبك من الهند، انت الهند ده بس للغنى بس. تمام، بعد كده ممكن نسال التلفزيون فن السكتش واحتوائه ليه راح فين. يعني فن السكتش كان مين اللي بيعمله؟ كان ثلاثي اضواء المسرح، فرقه الساعه لقلبك بالاساطير اللي فيها. تمام. كان مين اللي مطلعهم؟ مسرح التلفزيون. فنسالكم، احنا نسالكم فين فن السكتش؟ لا، ما هو حضراتكم لازم حضراتكم تقدموا نفسكم. ما هو انا مش هطلع من عندي يعني، مفيش عندنا هنا موظفين. احنا اتقابلنا استاذ اشرف اهو، موجودين مع بعض اهو. انا جيت وانت موجود، يلا بينا نكمل. انا ما هو انت عشان كده موجود معانا النهارده في نهارك سعيد وفي عيد شم النسيم، وكل الناس قاعده في البيت بتتفرج عليك يا ريس. بس انا بتكلم بشكل عام، بشكل عام ليه فن السكتش ليه من وجهه نظرك يعني قل في مصر؟ خلينا نتفق في العالم العربي كله يعني. كل فتره بتطلع فنون جديده بتشد الناس. هو حاليا طبعا الريتم السريع، وفي شريحه كبيره من الجمهور بقت تفضل الحاجات السريعه، حتى هتلاقيها موجوده في الاعلانات، بقت مسيطره على الدعايه والاعلان. نعم. الاغاني السريعه. الناس كمان الفنانين بيخافوا يتجرأوا يعملوا سكتش. هل ممكن نكون، انا بفكر معاك بصوت عالي كده على الهواء، يعني ممكن يكون راحوا الاتجاه للاغاني اللي هي الستايل اللي فيها شويه الراب تك ده باللغه السريعه دي، ولا هو بص احنا ده حل محله مثلا؟ هو محلش محله، هو تراجع، ما فيش حاجه خدت مكانه يعني، ما فيش حاجه شبهه. ده حقيقي. هو فن الكوميديا نفسه اتغير، بقى اتغير. الاغنيه ما بقتش هي الغنوه،
نعم. يعني ما فيش دلوقتي غنى حقيقي. يعني اللي احنا بنسمعه ده مش غنى. اللي ما فيش مونولوج، المونولوج اللي هو الغنوة الكوميدية مش موجودة. لا، في مطربين برضو لسه قليل عندهم يعني الاحترام في الكلمات والاحترام في يعني الغنى حلو بس قليل. حلوة جدا قليل. الغنى الحلو بقى قليل. ده حقيقي. الناس بتدور على حاجة اللي هي بيقول لك عايز اعمل بوم، فالبوم ده بيدور على أي حاجة. بس محمد يعني محمد حامد بقى ممكن تعرفني بيك بعد إذنك؟ أنا اسمي محمد حامد، طبعا بعزف طبلة، بشتغل في مسرح البالون وفي دار الأوبرا، وشغلي أكتر موسيقى عربية. أنت دارس؟ دارس فين؟ معهد موسيقى عربية، أكاديمية الفنون. طب فيري جود. المفروض دي بتبقى كام سنة؟ دي بتبقى ممكن من ثانوي مثلا، بس أنا درست من عالي فترة الجامعة 5 سنين. اتعرفت بمحمد هاشم ازاي؟ من جامعة القاهرة من حوالي 15 سنة مثلا، حاجة كده، أو 17 سنة. اقول لك معلومه، احنا ما عملناش بروفا. اتصلت بمحمد، يلا بينا عندنا حلقه. ايوه، احنا بقالنا فتره ما اتقابلناش ظروف يعني. أيوه. فجينا على طول يعني، اللي هو مع بعض يعني. ربنا يوفق محمد. انا عارف انك انت مش مجرد بتقول مونولوجيات وبتقول سكتشات، لا انت كمان يعني ليك في المسرح وبتالف مسرحيات. الحمد لله. والله انا ابتديت اكتب لفرقتي الاول، فرقه مصر القديمه، وقدمنا في مسرح الجامعه، قدمنا في مسارح خاصه. بس يعني اهم حاجه طبعا بتعملها كفنان شاب ان يبقى في نجم واقف على المسرح بيعمل شغلك كويس. او بيأدي الورق بتاعك كويس. فاشهر حاجه عملتها كانت حاجه اسمها قهوه الفلاسفه. دي كانت اخراج وبطوله الاستاذ علاء مرسي والاستاذ محمد الصاوي والاستاذه كريمه عبد الله. ما شاء الله. اتعرفت عليهم ازاي عشان تقدم لهم المسرحيه دي؟ المنتج هو اللي طبعا اوكي اخذ منك المسرحيه وبعد كده هو اللي رشح. بس انا كنت معاه يعني، كنا قاعدين عملنا جلسه عمل. وايه مدى نجاح المسرحيه؟ والله المسرحيه تعليميه. كانت بتشرح منهج الثانويه في ماده اسمها الفلسفه. لا والله، ماده تقيله جدا يا خبر ابيض. فانك تقدم فيها كوميديا وتحط فيها لون المهرجانات اللي الشباب دلوقتي بيحبوه، تعمل الميكس ده وتجيب الفلاسفه من الزمن بتاعهم تحطهم في الزمن ده ويكومنتوا على اللي بيحصل في مصر دلوقتي. أيه. يعني تخيل اتنين فلاسفه قاعدين بيتكلموا ويعدي توك توك وفي مهرجان شغال، فرد فعلهم هيكون ايه؟ الله. اتصورت المسرحيه دي؟ متصوره والله. ممكن هبقى اجيب لكم نسخه هنا يا ريت. باذن الله. شرف ليا. طب انا يعني اكيد احنا في شم النسيم والناس قاعده في البيت وهتبتدي متهيألي تاكل، ولا هم بياكلوا الساعه 7 الصبح؟ متهيألي بيبتدوا هيبتدوا بقى يصلوا الفجر ويبتدوا يجهزوا على طول. بيطلعوا الطلعه مع البصل وكده. طيب يعني عايز اسمعهم ايه تاني؟ والله ممكن اسمعك تترايه كده، انا عامل كاركترات بلعب بيها. اتفضل. انا متاثر جدا بسعال قلبك. حلو. فبعمل شخصيات وبلعب بيها الكوميديا. عندي شخصيه اسمها عبده ومراته عزيزه. حلو. فهم قبل ما بيبداوا الشو بتاعهم او المغامرات بنعمل لهم غنوه كده. عبده عزيزه يلا. فاكر انت هتغني معايا يا محمد على فكره؟ يلا ان شاء الله. انا عندي زكام عشان ما تبصليش. طب سقف. لا هسقف لك جامد. طب يلا. 3 2. عبده عزيزه اسرته اللذيذه، عبده عزيزه اسرته اللذيذه، كيف تمر علي دقيقة من غير ما أقابل الرقيقة حبيبة قلبي اللذيذة عزيزة؟ عبده عزيزة. يلا قول. أسرة لذيذة، عبده عزيزة أسرة لذيذة، تطبخ مثل الشيف شربيني، اخترتها حتى تغذيني، أقسم أني هشيلها في عيني عزيزة. لا لا لا. عبده عزيزة أسرته لذيذة، عبده عزيزة أسرته لذيذة، منذ رأتني بالبيبيون قلبها بيا يا ناس مجنون، هفضل أحبها مهما يكون عزيزة. لا لا لا. عبده عزيزة أسرته لذيذة، عبده عزيزة أسرته لذيذة، أسرته اللذيذة خالص. أسرته اللذيذة عبده عزيزة. محمد عرفنا بيك بقى، يعني أنا يعني أنت كان بدايتك إزاي؟ ابتديت تميل للموضوع ده إزاي؟ قول لي. بدايتي تقدر تقول مثلا من الثانوية العامة. كويس. بكتب أغاني. فابتديت أقابل مطربين بقى ودخلت الجامعة، الموضوع توسع، بقابل مطربين بسمعهم، فلقيت الموضوع صعب، يعني مطرب عشان يقعد يسمعك أو يفضلك الموضوع تعبني نفسيا. ليه أنا عمال ألف ورا الناس دي وما يردش على الموبايل واللي يقفل؟ فكتبت مونولوج كده بين عبده عزيزه.
فقدمته في الجامعه في حفله صغيره، المشرف الحفله قال لي ليك دقيقتين ما تعديهمش. طلعت الدقيقتين الجمهور هيكسر الدنيا، بيشاور لي من تحت بيقول لي كمل، قلت له انا محضر دقيقتين بس. هو مأكد على الدقيقتين. بعد الدقيقتين دي عملت مسرحيه بالفن المونولوج. انا عبده عزيزه جبت لهم اولاد والحما والجيران والاصحاب وفرع، عملنا مسرحيه. خلصتها برنامج كبير في فضائيه كبيره في لبنان. رحت سافرت وجيت لقيت الموضوع شدني وبيتوسع، حفلات لايف. الناس عرفوا ان انا بكتب، انا اللي كاتب شغل الفرقه. فابتدى اجرب في برامج، كتبت برامج. كتبت مسرح. كتبت يعني كتبت كذا حاجه في كذا اتجاه مختلف. حلو قوي محمد. انت عملت حاجه اذاعه كمان. عملت مسلسل اذاعي الحمد لله، كان كتابتي وبطولتي. ده ايه بقى؟ كان ايه اسمه؟ ايه؟ عطيه ومراته سنيه. ما هو دايما احب الازواج انا، الاسره. ومين كانت سنيه؟ كانت عزيزه برضو. برضو عزيزه. تقلع سنيه تلبس عزيزه كده يعني، بيبدلوا مع بعض. كان برضو الاسره المصريه ومشاكلها. بنعمل حدوته اذاعيه وفي الاخر بنقفل بونولوج هادف بيعلم الناس حاجه وبيديهم فكره. ما حاولتش انك انت تقدم افكارك دي للابطال نجوم زي محمد هنيدي زي يعني؟ والله طبعا تبقى شرف كبير قوي لو انا اللي قدمت حاجتي عشان بحبها يعني. لكن هو مش محتاج. انا بحب ده. تديله افكار لحاجه معينه مثلا انت شايفها ليه في الحته دي بالظبط، او حته المونولوج والغنى الكوميدي انا عاملها ليا يعني. انا بحب انا اقدمها. طبعا لو في حاجه تانية اليوم اكيد. لا قصدي انك انت كتبت افكار مسلسلات فكتبت افكار باذاعه مسلسل اذاعي يعني. اكيد يعني اكيد اكيد. طب هتسمعنا ايه تاني؟ سمعك ايه تاني؟ والله في مقدمه كده. انا عامل موضوع مدرسه كبيره ومدرسين بقى يعني حوار كبير. فهاخد لك جزء منه كده. مدرس بيقدم نفسه. حلو. اسمه فوزي، مدرس لغه عربيه. اتفضل يا فوزي. يلا بينا فوزي. يلا فوزي. انا فوزي مدرس لغه عربيه، ابحث عن زوجه تشاركني حياتي وفي حياتها تشركني. ابحث عن زوجه وعن بيت وبطاطس مقليه في زيت. سئمت الانتظار أريد الاستقرار، سئمت الانتظار أريد الاستقرار. وبدور على واحدة تفهم وتقدر، بس محدش لسه معبر. وأكيد العيب مش عندي، ده أنا أطيب قوي من غندي. وأكيد العيب مش عندي، ده أنا طيب قوي زي غندي. أريد زوجة حلوة تغمرني بالإحساس، تقضي سز زواج وتشارك في الأساس، وتشارك في الأساس. وهو ده الأساس. إيش ده الأساس؟ هو بيدور على الأساس. أنت كتبت أغاني كمان؟ كتبت أغنية. والله عملت تترات برامج وأغاني، في حاجات شعبي كده، وفي أغنية بقى الأخيرة حاجة وطنية. حاجة وطنية. حاجة لأفراد الجيش. جايبها لكم، هسيب لكم الكليب بيها. طيب احنا ينفع فين الكليب؟ هينفع مش هينفع نعرضه دلوقتي. طيب تمام ماشي. طيب احكي لي بقى مشاريعك المستقبليه باذن الله تعالى. حاليا بنحضر العرض الجديد. عرض ايه؟ هو ده مفاجاه بقى، بس هاجي لكم بابطال. مسرحيه يعني؟ مسرحيه. عرض مسرحي جديد. وبنعمل اغنيه مش وطنيه، هي لمصر. بس مش يعني اجتماعيه للمصريين. اللي هو خلي عندكم امل. كويس. ما تخافش من بكره. اخرج من بيتك مبتسم. نعم. يعني دي الفكره بتاعتها. خلي عندك امل. حلوة. دي غنوه جديده باذن الله. احنا هنا في نهارك سعيد بنقول دايما عندنا امل. طبعا. ودايما طبعا بنبص ان مصر باذن الله هتكون املنا الكبير جدا. أكيد جدا طبعاً جدا. طبعا اكيد باذن الله. محمد يعني انا اتشرفت بيك. انا اتشرفت اكتر. قبل ما اختم كده، ايه العقبات اللي ممكن تقابل اي فنان زيك كده وبيبقى نفسه في امل اكتر واكتر؟ ايه العقبات اللي بتحصل لك عشان تحاول تعديها سريعا؟ والله انت بس فكره انك تلاقي يتبنى او يبقى مؤمن بموهبتك وانك تقدر تقول ويديك فرصتك. دي بتبقى العقبه الكبيره في قدام كل فنان. احنا هنا في نهارك سعيد عندك مشاهدين دلوقتي في جمهورية مصر العربية وفي العالم العربي كله بيتفرج عليك. احلى برنامج واحلى مشاهدين وغير وغير وغير. انا عايز اقول لك اني بحب اسم البرنامج جدا.
افندم بحب اسم البرنامج جدا. خلاص المره الجايه تجيب لنا سكتشي لنهارك سعيد. لنهارك سعيد طبعا، كابتن نهارك سعيد كده هتقوله معانا. اوكي هقول معاك باذن الله. نورتونا، كل سنه وانتم طيبين. طيب ونسيبكم بقى تروحوا تاكلوا فسيخ ورنجه وبصل وحركات وملوحه والحاجات دي يعني. وملوحه انا خلاص هموت، عايز اروح اكل. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم. شكرا ميرسي. فاصل وراجعين حالا.